أهلا وسهلا بك دكتور من جديد. دكتور يعني هل صحيح أنه هذه الزيارة لها دور في تحديد من هو رئيس وزراء المقبل أو القادم؟ مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك، تحية لحضرتك ولزملائك وللمستمعين الكرام. أستاذ نور، إحنا بصراحة عندنا تقريبا فريقين، نعم، يعني فريق يريد السيادة وفريق ما يريد السيادة للعراق. اللي أقصد الفريق اللي يريد السيادة هو الشعب. اليوم أي مواطن تحكي وياه يتمنى أنه يكون العراق ذو سيادة وما يقبل تدخل خارجي، نعم، وما يقبل أنه السلطة والحكومة تشكل بتأثير من الخارج. هذا هو الرأي الشعبي. نعم. الفريق الثاني اللي هو فريق الكتل السياسية، اللي بالعكس هو بالحقيقة يريد تستمر الأمور بهذا الشكل، لأن هي للأسف الأوضاع تأسست منذ طبعاً منذ عشرات السنين، بس مبدئياً خلينا نقول يعني بعد 2003، إنما هو وضع العراق بالحقيقة حتى قبل 2003 بعشرات السنين هو للأسف كان يعني عرضة للتدخل الخارجي، وخاصة بعد 2003 يعني خلينا نقول العلة التاسية اللي تأسست عليها الدولة والسلطة هو التأثير الخارجي. احنا بصراحة يعني كان مشروعنا بالنسبة يعني خلينا نقول كوطنيين انه نفعل موضوع السيادة، بس للأسف الكتل السياسية ما تريد هذا الشيء. نعم. ويعني حتى انت لاحظت على افشال الحكومة، حكومة علاوي بالحقيقة هو كان الهدف من عنده في تغييب العامل الشعبي وتغييب عامل التظاهرات والضغط الشعبي وتفعيل التأثير الخارجي. يعني شلون ببساطة حتى إن شاء الله تكون واضحة بالنسبة للمستمع، إنه هذه المحاولة كانت محاولة مع العلاوي إنه التشكيل السلطة يكون بتأثير الشعب بعيدا عن التأثير الخارجي. نعم. وتقريبا أغلبهم الكل تقريبا لمست هذا الشيء واعترفت أنه في حكومة علاوي هاي الأخيرة، اختيار علاوي وتشكيل حكومته، غاب العامل الخارجي. هذا ما يخدم طبعا الكتل السياسية. نعم نعم، لأن الكتل السياسية تريد تبقى على التواصل مع الخارج وتريد تبقى موضوع المحاصصة. نعم. طيب، ولذلك فشلوا هذا المشروع ورجعوا، الآن رجعوا مثل ما تقول على البناء الأولي، إنه راح ندخل في موضوع تدخلات خارجية وما أدري وين نوصل. هاي الغرض التأثير، يعني الاستقواء على الآخر بالتدخل الخارجي. طيب دكتور، أيضا اسمح لي أسمع رأي كريم من بغداد. كريم، أهلا وسهلا بك كريم. من بغداد، أنثى وليس الذكر. أهلا وسهلا. حلبوسي أخذ مال بيت السني وأكراد. نعم، واضحة. طهران لن يتخلى عن مصالحها ومكاسبها عن العراق. نعم. وهي رسالة واضحة لأمريكا. نعم. ولا ألو أسمعك. نعم تفضل. ولا نسبق الأحداث. نعم، يعني ننتظر نشوف. وهسه هم يعلن نتائج المؤتمر. نعم. وهذا شيء مو غريب، ترى الزيارة مو غريبة. احنا نعم 17 سنة هاي انتهت حبيبي. نعم نعم صحيح. شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور. أعود إليك، يعني من خلال حديث المستمعين خصوصا الإشارة إلى أنه محتلين من قبل إيران، هل يعقل أنه إيران لا تملك دبلوماسيين مدنيين بإمكانهم يزورون العراق ويتحاورون مع العراق؟ كل الذين يأتون للعراق هم جنرالات عسكرية، لماذا؟ نعم، أنا بس إذا تسمح لي بس أوضح بعض نقطة. نعم، تفضل. يعني بناء على ما ورد من الأخوة المستمعين، يعني نتمنى إحنا المواطن العراقي إن شاء الله واعي وما يردد يعني يردد كلام السلطة وال يعني عذاب السلطة يكون صدى إلها. بالعكس. نعم. لأنه يفترض هو مصلحته تتقاطع مع مصالح الطبقة الحزبية، لأن احنا الوضع اليوم نعيشه هو نتاج بالحقيقة أخطاء الطبقة السياسية وأخطاء السلطة. فالمواطن يكون إن شاء الله يفعل دور الشعب وليس يفعل دور الطبقة السياسية. نعم. يعني بما أنه أكو مطالب شعبية. نعم. يعني احنا الثورة اللي الشيء اللي سوت الأبطال الثورة والثورة القائمة اليوم إن شاء الله تستمر، الشيء اللي سوت دخلت الشعب كعامل
مهم في معادلة السلطة. يعني احنا لاحظنا قبل شهر كان الكلام انه موافقة الشعب على مرشح رئيس الوزراء. نعم. وهاي نقلة كانت يعني نقلة انجاز حققتها الثورة وشي يخدم الشعب العراقي. اليوم طبعا هم الطبقة السياسية والكتل الحزبية تريد ترجع الموضوع انه تلغي دور الشعب وبالتالي تدخل العامل الخارجي وتستخدم اي ضغوطات عسكرية خارجية سواء من الشرق او من الغرب على مود شنو تلغي دور الشعب. فهو هاي المسألة اللي انت بنا يعني جواب على سؤالك انه نعم. نعم هم يردون يدخلون يعني مو فقط خلينا نكون واقعيين يعني مو فقط التدخل العسكري الإيراني لا أيضا التدخل العسكري الأمريكي والتدخل العسكري التركي وهكذا. يعني الطبقة السياسية هي تريد تلغي دور الشعب لأن تريد تبقى تحافظ على منجزاتها وعلى مصالحها وعلى استفادتها وعلى ما حققتها من ثروات ومن سلطة تريد تحافظ عليه. فالتغيير ما يخدمها يعني موضوع أي تغيير بالمعادلة السياسية وبالواقع السياسي ما يخدم الطبقة السياسية يخدم الشعب. نعم. وهم الآن أكو صراع بين الشعب وبين الكتل الحزبية فللأسف يعني انتصرت الكتل الحزبية بعد أن أسقطت علاوي لأن علاوي كان يمثل نوعا ما إلى حد ما جزء من المعادلة الجديدة اللي هي أنه الشعب يكون هو صاحب الاختيار وهو كان يتودد للشعب. هسه اليوم اللي راح يجي ما راح يجي يتودد للشعب يتودد للقوى الخارجية طيب. ويعمل على أساس محافظة كما تريد الأحزاب وما تريد الكتل السياسية. طيب دكتور شنو المتوقع خلال الأيام المقبلة؟ شنو راح تكون السيناريو لاختيار رئيس الوزراء؟ شنو راح تكون؟ والله يعني تدري غرف اليوم يعني العراق صعب جدا يعني احنا اليوم نعاني تحديات صحية وتحديات اقتصادية وتحديات أمنية. فاليوم الوضع أصعب يعني كان الوضع أنا حسب فهمي ربما قبل شهرين ثلاثة كان أفضل باعتبار صعد صوت الشعب ويعني كانت ونزل صوت السلطة ونزل صوت التدخل الخارجي يعني نزل موضوع عامل التدخل الخارجي هبط وعامل الكتل السياسي هبط لكن اليوم بالعكس اليوم نشوف رجعت الطبقة السياسية والتأثير الخارجي رجع. ما أعرف أنا بعد شنو حقيقة ما واضحة الصورة إنه شنو اللي النتائج يعني يعني على هالوضعية النتائج راح تكون سلبية بالحقيقة مو بصالح الشعب العراقي. إذن سلبية. طيب دكتور ناظم العبادي أستاذ جامعي والقيادي في سائرون كن ضيف كريم لراديو نوا شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا تحياتي. إذا المستمعين الأكارم احنا متواصلين وياكم وأيضا يعني الأمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في مؤتمر الصحفي المشترك مع